بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، نقدم لكم المحاضرة التاسعة ضمن المحاضرات المسجلة في مادة الأورجانيك كيمستري. في محاضرة اليوم حنتكلم على الألكايل هالايدز، اللي هو هاليدات الألكايل. طبعا هاليدات الألكايل هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن كومباوندز كونتين هالوجين أتوم فلورين كلورين برومين اور ايودين اتاشد تو ان الكايل. ده شنو الفورمولا ار اكس، وير الار الكايل جروب والاكس هالوجينز. هاليدات الالكايل هي عباره عن مركبات تحتوي على ذره هالوجين، يعني يمكن تكون فلورين، يمكن تكون كلورين، يمكن تكون برومين او ايودين، مرتبطه مع مجموعه الكايل، وتمتلك الصيغه العامه ار اكس، حيث الار هذه عباره عن الكايل جروب له مجموعه الكايل، والاكس عباره عن ايش؟ عباره عن هالوجين. فالالكايل هالايدز اللي هو هالايدات الالكايل هي عباره عن مركبات تحتوي على هالوجين مرتبط بمجموعه الكايل، وتمتلك الصيغه العامه ار اكس. ننتقل بعد ذلك الالكايل هالايدز كلاسيفيكيشن، تصنيف هاليدات الالكايل. الالكايل هالايدز are classified as primary, secondary, or tertiary, depending on the number of carbons bonded to the carbon with the halogen atom. هاليدات الألكايل تصنف إلى أولية وثانوية وثالثية بالاعتماد على عدد ذرات الكربون المرتبطة مع ذرة الكربون المرتبطة مع الهالوجين. طبعا عندي ثلاث أصناف، أو عندي أربع أصناف من هاليدات الألكايل. عندنا رقم واحد اللي هو البرايمري ألكايل هالايد، اللي هو هاليد الألكايل الأولي. شنو هو هاليد الألكايل الأولي؟ كربون توش هالوجين is bonded is attached to only one other carbon. ذرة الكربون المرتبطة مع الهالوجين تكون مرتبطة فقط بذرة كربون واحدة أخرى فقط، يعني ذرة الكربون المرتبطة بالهالوجين تكون مرتبطة فقط بذرة كربون أخرى. يعني على سبيل المثال CH3CH2OBr CH3CH2OCl. عندنا بعد ذلك السكندري الكايل هالايد، هاليد الألكايل الثانوي. كربون توش هالوجين is bonded is attached to two other carbons. في هاليد الألكايل الثانوي ذرة الكربون المرتبطة بالهالوجين تكون مرتبطة بذرتين كربون أخرين. على سبيل المثال CH3CH2CH3. عندنا التيرشري الكايل هالايد، هاليد الألكايل الثالثي. كربون توش هالوجين is bonded is attached to three other carbons. ذرة الكربون المرتبطة بالهالوجين تكون مرتبطة بثلاث ذرات كربون أخرى. عندنا النوع الرابع من هاليدات الألكايل هو الميثايل هالايدز، اللي هو هاليدات الميثايل. طبعا هاليدات الميثايل هي عبارة عن إيش؟ هالايد is attached to a methyl group. هي عبارة عن هاليد مرتبط بإيش؟ بمجموعة ميثايل، يعني مجموعة ميثايل مرتبطة بهالوجين، يعني CH3Cl CH3Br CH3I CH3F إلى آخره. فأنا عندي ثلاث أنواع، أو عندي أربع أنواع من هاليدات الألكايل، الأولي والثانوي والثالثي وهاليد الميثايل. ننتقل بعد ذلك للنيمينج ألكايل هالايدز، تسمية هاليدات الألكايل. طبعا هاليدات الألكايل تسمى بنفس طريقة تسمية الألكان المتفرع، تمام؟ يعني تسمية هاليدات الألكايل تتم بنفس طريقة تسمية الألكان المتفرع. عندي على سبيل المثال، المثال الأول هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن CH3CH2CH2Cl، عبارة عن ألكان متفرع. كيف نسميه؟ أول حاجة زي ما أخذنا سابقا نبحث عن أطول السلسلة الكربونية المتصلة، بعد ذلك الرقم السلسلة هذا من أطراف أقرب التفرع، بعد ذلك يكتب رقم ذرة الكربون الموجود عليها التفرع، يعني لها اسم التفرع،
اخر حاجه يكتب اسم الالكان. فعندي هنا على سبيل المثال سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي ال، اسمه حيكون ايش؟ 1 كلورو بروبان. المثال الثاني ايضا حيكون ايش؟ 2 كلورو بيوتان. المثال الثالث 2 برومو بروبان. المثال اللي بعد هذا هو الاخير 2 برومو 5 ميثايل هكسان. طبعا قواعد التسميه خذيناها في تسميه الالكان المتفرع، فمش هنتطرق لها من جديد، يعني مش هنعطي من جديد، يعني خذيناها في تسميه الالكانات المتفرعه في المحاضره الاولى او الثانيه. ننتقل بعد ذلك للبريباريشن اوف الكايل هالايدز، تحضير هاليدات الالكايل. عندي اول طريقه فروم الكحولز، من الكحولات. عندنا اول حاجه سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش زائد اتش بي ار في وجود اتش 2 او 4 هيعطينا سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار زائد اتش 2 او. اضافه هاليد الهيدروجين للكحول في وجود حمض الكبريتيك يعطيني ايش؟ يعطيني هاليد الكايل وماء. التحضير الثاني فروم هالوجينيشن اوف الكانز، من هلجنه الالكانات. لو تتذكروا في تفاعلات الالكانات قلنا الالكان لما يتفاعل مع هالوجين في وجود ضوء الشمس يعطيني هاليد الكايل زائد ايش؟ هاليد هيدروجين. وزي ما واضح عندك في المعادله سي اتش 4 اللي هو عباره عن الكان زائد سي ال 2 اللي هو عباره عن هالوجين في وجود ضوء الشمس ايش حيعطيني؟ سي اتش 3 سي ال اللي هو هاليد الكايل زائد اتش سي ال اللي هو هاليد الهيدروجين. وقلنا التفاعل هذا عباره عن تفاعل سبستيتيوشن، تفاعل استبدال، وقلنا التفاعل هذا يستمر وما يوقفش. ده بين عندي في الالكان هيدروجين وده بين عندي هالوجين وده بين عندي ايش؟ ضوء شمس. التفاعل هذا يستمر ما يوقفش. التحضير الثالث اللي هو الاديشن اوف هيدروجين هالايد تو الكينز، اضافه هاليد الهيدروجين الى الالكينات. عندنا سي اتش 2 سي اتش 2 اللي هو عباره عن ايثين زائد اتش سي ال اللي هو عباره عن هاليد الهيدروجين، شنو حيعطيني؟ حيعطيني سي اتش 3 سي اتش 2 سي ال اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن الكايل هالايد. عندي التحضير الرابع اللي هو الهالوجينيشن اوف الكينز اند الكاينز، من هلجنه الالكين والالكاين. عندنا سي اتش 2 سي اتش 2 اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن ايثين عباره عن الكين زائد سي ال 2 اللي هو عباره عن هالوجين في وجود ايش؟ سي سي ال 4 اللي هو تترا كلورو كربون، شنو حيعطيني؟ سي اتش 2 سي ال سي اتش 2 سي ال اللي عباره عن ايش؟ عباره عن الكايل هالايد. ننتقل بعد ذلك الفيزيكال بروبرتيز اوف الكايل هالايدز، الخواص الفيزيائيه لهالدات الالكايل. اول خاصيه عندنا الكالر اللي هو اللون. الالكايل هالايدز ار كالرلس وين بيور، بات برومايدز اند ايودايدز ديفلوب كالر وين اكسبوزد تو لايت بيكوز ذي ديكومبوز انتو هالوجينز. بالنسبه للون، هاليدات الالكايل عديمه اللون عندما تكون نقيه، لكن بروميدات او بروميد الالكايل ويوديد الالكايل يظهر لون عندما يكون ايش؟ مكشوف في الضوء بسبب تحلله الى ايش؟ تحلله الى هالوجينات. يعني نعود من جديد، هاليدات الالكايل بشكل عام عديمه اللون عندما تكون نقيه، بروميد الالكايل ويوديد الالكايل يظهر لون عندما يكون مكشوف في الضوء لانه يتحلل الى ايش؟ يتحلل الى هالوجين. لاحظ المعادله متاعي 2 ار اي اللي هو هذا نسمي فيه هاليد الكايل يحتوي على يود، تمام؟ لما يتحلل في وجود الضوء حيعطينا ايش؟ حيعطينا الكان زائد ايش؟ زائد يود، تمام؟ ننتقل بعد ذلك الميلتنج اند بويلنج بوينتس، نقطة الانصهار والغليان. The melting points and boiling points of alkyl halides are higher than those of corresponding hydrocarbons due to higher molecular mass of alkyl halides. نقطة الانصهار والغليان لهاليدات الالكاين مرتفعة أو أعلى من الهيدروكربونات المقابلة بسبب
ارتفاع الكتلة الجزيئية لهالذات الألكايل. يعني إيش هالذات الألكايل؟ درجة انصهارها وغليانها أعلى من الهيدروكربونات المقابلة، لأن الكتلة الجزيئية لهالذات الألكايل مرتفعة. تمام؟ لاحظ عندي هنا في الـ hence the order is ri greater than rbr greater than rcl greater than rf. لنفس هاليد الألكايل، يعني لما يكون عندي هاليد الألكايل أو لما يكون عندي مجموعة من هاليدات الألكايل تحتوي على نفس العدد من ذرات الكربون، دائما هاليدات الألكايل تحتوي على اليود يكون إيش؟ يكون درجة انصهار درجة غليانها أعلى من هاليدات الألكايل اللي تحتوي على البي آر، أعلى من هاليدات الألكايل اللي تحتوي على السي إل، أعلى من هاليدات الألكايل اللي تحتوي على الإف. فلما يكون عندي مجموعة من هاليدات الألكايل تحتوي على نفس العدد من ذرات الكربون، دائما اللي تحتوي على اليود تكون أعلى درجة انصهار وغليان من اللي تحتوي على البي آر، أعلى من اللي تحتوي على السي إل، أعلى من اللي تحتوي على الإف. أيضا عندي هنا البولينج بوينتس decreases with increases and branching. درجات الغليان تنقص مع الزيادة في التفرع، يعني درجة غليان هاليدات الألكايل تنقص مع الزيادة في التفرع. لاحظ عندي في المثال اللي قدامي، عندنا أول حاجة الـ CH3 CH2 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 BR، وعندي الـ CH3 CH CH3 CH2 BR، وعندي الـ CH3 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 BR. لاحظ عندي هنا ثلاثة من هذات الألكايل، الأول ما يحتويش على تفرع، والثاني يحتوي على تفرع واحد، والثالث يحتوي على ثلاث تفرعات. زي ما قلنا درجة غليان هاليد الألكايل تنقص مع الزيادة في التفرع. لاحظ الأول ما عنديش في تفرع، هاليد الألكايل الأول ما فيش تفرع، درجة غليانه 375 كلفن. الثاني في تفرع واحد، درجة غليانه 364 كلفن، والثالث يحتوي على اثنين من التفرعات، فدرجة غليانه 346 كلفن. الخاصية الأخرى اللي هو السوليبلتي اللي هو الذوبانية. All organic halides are insoluble in water and soluble in common organic solvents. جميع الهاليدات العضوية لا تذوب في الماء وتذوب في المذيبات العضوية الشائعة. عندنا بعد ذلك الدنستي اللي هو الكثافة. الألكايل فلورايدز and الكايل كلورايدز are generally litter than water, whereas alkyl bromides and alkyl iodides are heavier. فلوريدات الألكايل وكلوريدات الألكايل أخف من الماء، بينما بروميدات الألكايل ويوديدات الألكايل تكون أثقل. لاحظ الترتيب عندي، يوديد الألكايل وبروميد أكبر في الكثافة من إيش؟ من بروميد الألكايل، أكبر في الكثافة من كلوريد الألكايل، أكبر في الكثافة من فلوريد الألكايل. ننتقل بعد ذلك للرياكشن أوف ألكايل هالايدز، تفاعلات هاليدات الألكايل. أول تفاعل الأديشن أوف هيدروكسايد، إضافة الهيدروكسايد. عندي في المعادلة CH3CH2Cl اللي هو عبارة عن هاليد ألكايل زائد NaOH هيدروكسيد الصوديوم، هيعطينا إيش؟ CH3CH2OH زائد NaCl. فإضافة الهيدروكسايل لهاليد الألكايل ينتج عنه إيش؟ ينتج عنه كحول. الإضافة الثانية أو التفاعل الثاني اللي هو الأديشن أوف ووتر، إضافة الماء. CH3CH2Cl زائد H2O يعني هاليد الألكايل زائد المية، شو هيعطيني؟ CH3CH2OH زائد HCl. أيضا إضافة الماء لهاليد الألكايل ينتج عنها كحول. التفاعل الثالث هو الأديشن أوف ألكوكسايد، إضافة الألكوكسايد. طبعا الألكوكسايد عبارة عن RO ماينس. عندي هنا CH3CH2Br هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن هاليد الألكايل زائد CH3OH. باهي، زي ما قلنا إضافة الألكوكسايد هو عبارة عن إضافة إيش؟ عبارة عن إضافة الـ OR- لهاليد الألكايل. فلما نضيف الـ OR- لهاليد الألكايل نحصل على إيش؟ نحصل على إيثر.
زي ما باين في المعادلة سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار زائد سي اتش 3 او اتش باهي شو حيعطيني سي اتش 3 سي اتش 2 او سي اتش 3 طبعا هذا عبارة عن ايش عبارة عن ايثر فإضافة الألكوكسايد لهاليد الألكايل ينتج عنها ايش ينتج عنها ايثر التفاعل الرابع اللي هو الاديشن اوف كربوكسالات طبعا إضافة الكربوكسالات طبعا الكربوكسالات عبارة عن R COO minus باهي لما نضيف أيون الكربوكسالات اللي هو R COO minus إلى هاليد الألكايل نحصل على إستر لاحظ المعادلة عندي CH3 CH2Br زائد CH3 COOH باهي يعني هنا إضافة هاليد الألكايل أو إضافة حامض كربوكسيلي إلى هاليد الألكايل ينتج عنا ايش؟ ينتج عنا CH3 CH2 COO CH3 هذا عبارة عن استر زائد اتش بي ار هاليد الهيدروجين التفاعل رقم 5 اللي هو الاديشن اوف هيدرو سلفايد اضافة ايش؟ كبريتيد او اضافة الاتش اس اللي هو نسمو فيه الهيدرو سلفايد اديشن اوف هيدرو سلفايد اللي هو اضافة ايش؟ اتش اس لهاليد الالكايل عندي في المعادلة هنا هي CH3 CH2Br زائد H2S شن هيعطيني CH3 CH2 SH لاحظ انا ضفت ايش؟ ضفت SH اللي هو الهيدرو سلفايد المن الهيدرو الالكايل زائد ايش؟ زائد HBr